ليش هيك؟ أنا شو عم بعمل؟ ليش هيك عم ساوي؟ أنا حاسة إني بلشت حبه لقمر. أنا حاسة إني بلشت حبه لقمر. في شغلات ما فينا نتحكم فيها أبداً. إذا ما بتصرفوا بلاقي حل رح تخرب خطتي ورح يرجعوا يتقربوا من بعضهم. كان في حب، إيه رح يضل على طول، بس أنا كيف بدي أتحمل هالإحساس؟ كيف فيني أقول إنه ديفيا لإلي بس للحظة واحدة مو أكتر، وبلحظة تانية بتصير غريبة؟ للحظة هي بتوثق فيني وبتقرب مني، بس بعد شوي ما بتعرفني. بس أنا شفت هالشي بعيوني يا حكيم، يعني بعد ما قلت لي شغلات كتير قلبها لديفيا راح باتجاه قمر، كأنه هي بلشت تحبه وتعشقه من أول وجديد. أنا بعرف هالشي، نحنا ما رح نقدر نفرقهم بكل سهولة، ما حدا بيقدر عليهم سندورة. لازم تعرفي إنه هالشي صعب كتير. يمكن أنت عم تحكي عن قدرهم سوا، بس أنا عم أحكي عن قدرتي الكبيرة حكيم. يعني أنا يا حكيم رح أقدر أعمل يلي ما حدا بيقدر يعمله، إلا أنه طول ما هنن متمسكين ببعضهم وعم يضلوا سوا دائماً، هدفي أنا ما رح يتحقق. كيف بدك تفرقيهم؟ ما حدا بيقدر يفرقهم إلا الموت. هدول الاثنين بحبوا بعضهم كتير وصعب إنك تفرقيهم، فخلي هذا الشي ببالك، هذا اللي ما رح يكون سهل عليكي. بس الكل عم ينسوا شغلة يا حكيم، الناس بينسوا شو عملت فيهم، هنن بينسوا إنه سندورة قدرت تقتلهم لهدول العشاق. حتى لما كل الناس فكروا إنه من المستحيل يموتوا سوا، أنا الوحيدة بهي الدنيا اللي قدرت أعمل هالشي المستحيل وخليته يصير. وحتى هلأ مشان يلي بيفكروا إنه تفريق هالاتنين مستحيل يصير، أنا رح أثبت لهم العكس، وأثبت لك إنه هذا الممكن بعينه يا حكيم. يعني إذا أنت ما عندك نوايا لتعمل هاد الشي ما في مشكلة، لأنه أنا يلي رح أتصرف فورا. انت لامتى رح تضل عم تشتغل؟ مو معقول تنام وانت قاعد بدون ما تحس. الراحة ضرورية مو هيك؟ يلا تعال غير ثيابك وارتاح، وانا رح ضب هدول الملفات لانهم بكل مكان. انت بتحب الملفات،
رح رتب لك ياهم كلهم وانت روح نام. يلا بس لحظة أديتي. ايه؟ خليكي. شوفي ولا شيء، بس الملفات بدي اياها، عندي شغل. كمان رح تشتغل؟ ليك بكفي شغل هلا، اعطيني بدي ضب الملفات. خلاص انا بضبهم، انت رتبي غير شيء. ديفيا، ديفيا بنتي، أنا عاملة جمعة اليوم المساء، وطبعاً أنا بدي إنك تشاركي فيها لأنه هالشي رح يكون منيح إلك ولبنتك، وأنا بعرف أنتي عندك هاي المرة شغلات كثير لحتى تتذكريها، بس أنا عندي ثقة يا بنتي إنه أنت ما رح تطولي لتتذكري كل حياتك، وحتى إذا ما كان معك حدا يا بنتي أكيد قلبي رح يكون معك دائما. أنا واثقة بنتي إذا أنت كان بدك هالشي فأكيد تعبك ما رح يروح على الفاضي.